البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم بغيت نصاوب معكم واحد شلاضه ديال الخيزو، كتجي زوينه بزاف. خيزو مشرمل ديالنا بالطريقه المغربيه. كنحتاجو الخيزو، ها هو سلقته، قطعته هكا، قطعوه على حسب الذوق ديالكم كيف ما بغيتو نتوما، وكتسلقوه ولا تفوروه مع مليحه. عندي هنا القزبر والمعدنوس مقطعين هكا رقاق، عندي فص ديال الثومه غادي نحكو، العطريه عندي شويه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الكمون ومعلقه صغيره ديال التحميره وشويه السودانيه وشويه الابزار. غادي نحتاج الخل وزيت الزيتون، والخيزو راني سلقاه مع الملحه. دابا غادي ناخذ المقيله ديالي، غادي ندير فيها شويه ديال الزيت، وهو راه كيبغي شويه الزيت الزيتون يكون بالزايد. المهم جهد تقريبا واحد ربع كاس صغير ديال الزيت في تقريبا واحد كيلو الا ربع ديال الخيزو اولا الجزر، كل واحد كيفاش كيسميه. غادي ندير هاد الثومه، غادي نعصرها. هادشي كله البنات غادي نديه فوق هذا، فوق العافيه، غير واحد شويه تسخن ديك الثومه، ما يبقاش فيها داك الجهد، صافي ونطفي عليه. ما كنطيبوش بزاف هاد الشرموله هادي. هنا درت الثومه، غادي ندير القزبر والمعدنوس ديالي، غادي ندير التحميره والكمون، شويه السودانيه وشويه البزار. اللي ما كيبغيش الحار ما يديرش السودانيه، يدير غير شويه البزار. دابا غادي نديهم فوق العافيه يتشحروا شويه ونطلقوا. ها هو البنات هذاك لاصوص ديالنا هي تشحرات شويه، غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الخل، جهد ديال المعلقه هكا صافي. وغادي نزيد خيزو ديالي، انا زدت خيزو ديالي هنايا صافي. غادي غير نحركو شويه ونطفي عليه العافيه، وغادي نتلاقاو باش نخدمو، راه كيجي زوين. هانتوما البنات بغيت نوريكم حتى هاد الشلاضه ديال الشيفلور، كتجي زوينه بزاف. سلقت الشيفلور هنايا، ها هو سلقته مع مليحه، ها هو برد. دابا غادي نزيد معاه شويه ديال المعدنوس مقطع، واحد نص بصيله صغيره مشلضه رقيقه بزاف، ها هي. غادي ندير شويه ديال الخل، ندير شويه ديال هذا الزيت ديال نوار الشمس، المهم غير هكا شويه. ندير شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار، وغادي نخلطها. كتجي منعشه هاد الشلاضه البنات، كتجي زوينه بزاف. بغيتي نجيب واحد شويه ديال الزيت، هذيك ما كتخرجش ليا مزيان، غنزيد واحد شويه ديال الزيت بحال هكا، هذيك ما خواتش ليا. صافي البنات، هو راه ديجا راه مسلوق بالمليحه، كنخلطوه هكا وكنقدموه، راه كيجي زوين بزاف ومنعش. وهاد هاد الطريقه كنديرها حتى مع البطاطا، كنقطعها صغيره حتى هي وكنسلقها بالمليحه، كنخليها حتى كتبرد مزيان، وكندير لها نفس الشيء، كندير لها المعدنوس والبصيله وشويه الخل والزيت والملحه وشويه البزار شويه الكمون، كيجيو زوينين هاد الشلايض هكا المغربيين. صافي البنات، دابا غادي نتلاقاو باش تشوفوا الشكل ديال الخيزو ديالنا كيف كيجي. وهذا راه خلاص، راكم كتشوفوا فيه. ها هما البنات الشوالدات ديالنا كيف كيجيو، ها هي ديال الخيزو، كتجي زوينه بزاف ولذيذه. وهادي ديال الشوفلور راه ساهله وكتجي بنينه بزاف وصحيه. نتمنى البنات عجبوكم هاد جوج الشليطات اللي قدمت لكم، وشاركوهم مع الاصدقاء والاحباب، وما تنساوش ديروا ليا جيم وديروا ليا ابوني، وشاركوا الوصفات ديالي مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. وبارك الله فيكم، وشكرا لكل البنات اللي خليو ليا التشجيعات ديالهم اللي خطاكم، كنقولها لهم ديما. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.